ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نشوف مع بعض بقى فقرتنا الجديده النهارده اللي هتكمل معانا كل اسبوع، وهي دي الفقره اللي احنا هنلعب فيها مع بعض. يعني الناس اللي حرفت فانتزي بقى، في دجالين طبعا في اللعبه دي انا عارف، وفي ناس حافظه اللعبه صم، لكن احنا النهارده كده ايه هنشرح باختصار ايه هي الفانتزي، بنعمل ايه فيها باختصار شديد جدا. البريمير ليج عملوا لعبه، واللعبه دي وصلت لاكبر عدد ممكن ما تتخيلوش نجاح اللعبه دي في العالم، هي ترند العالم دلوقتي. اللعبه دي بتطلع المدرب اللي جواك، انت بتكون الكوتش، بتختار الفرقه بتاعتك، هم حاطين بادجت 100 مليون جنيه استرليني، بتكون فريق، لكن طبعا في قواعد للفريق ده. انت بتختار 15 لاعب، 11 لاعب اساسي واربع لاعبين احتياطي، شرط يكون فيهم جون. ال 15 لاعب دول برده مش هينفع تختارهم كلهم مهاجمين او كلهم مدافعين، لا، انت ليك على الاقل 3 مدافعين، على الاقل 5 لعيبه نص ملعب، وليك من لاعبين لثلاث لاعبين مهاجمين. الاختصار ببساطه كده، هنشوف مع بعض دلوقتي التشكيل اللي انا اخترته واحنا هنلعب مع بعض. احنا خلاص عملنا دوري فانتزي، وانتوا شفتوا معايا البرومو اللي احنا نزلناه على السوشيال ميديا يعني، وان شاء الله هنلعب كل اسبوع مع بعض. دي التشكيل اللي انا اخترته، انا طبعا مش حريف قوي يعني، بس انا هتعلم معاكم، وبعد كده هيبقى في ناس معانا كمان يعني من الدجالين اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليهم من شويه، هتقول لنا التشكيل الانسب ايه والتشكيل اللي بيجيب سكور كبير ايه. انا طبعا بكابتن هالاند وعامل فيه كابتن محمد صلاح، الكابتن بياخد الدبل النقط اللي بيجيبها، المهاجم طبعا بياخد على كل جون بيجيبه نقط، المدافع بياخد على كل جون بيجيبه او تصدي بيطلعه او انقاذ بينقذه، والحارس برده نفس الكلام. القوانين بتاعت اللعبه دي هنعيش معاها واحنا شغالين مع بعض. ده التشكيل اللي انا اخترته، انا اخترت بابي حارس مرمى من نيوكاسل، واخترت تريبر من نيوكاسل ايضا، كونسيلو من مانشستر سيتي، ديفيس من توتنهام. انا مختار من مانشستر سيتي 3 لعيبه ومن ارسنال 2 لعيبه، لان دول ماشيين كويس وبيكسبوا، ومختار طبعا من نيوكاسل لان هم عندهم ليستر سيتي فرقه عاديه يعني، فمختار 3 لعيبه منهم. انت طبعا بتضطر ان البادجت بتاعتك بتخلص، فبتبقى بالتالي بتختار لعيبه مش على اعلى حاجه، لكن بتكمل التشكيل بتاعك بس، وطبعا بتحاول تختار لعيبه عندها فرص انها تجيب اجوان يعني. ده باختصار الفانتزي اللي احنا هنلعبه مع بعض كل اسبوع. انا عايز اشوف بقى مين الحريفه اللي فيكم، لان احنا هنعمل جوائز كمان. الفانتزي باختصار شديد جدا هي لعبه التوقع، انت بتطلع بقى المدرب اللي جواك وبتتوقع، وبتشوف الفرق دي هتلاعب مين، بتشوف الفرص بتاعه اللعيبه دي قدام الفرق دي. يعني صلاح مثلا من اللعيبه اللي الموسم اللي فات كانت تقريبا قصر التوقعات في الفانتزي يعني، المره دي هالاند، انا عشان كده مكابتن هالاند، لكن انا ما اقدرش اشيل صلاح من السكور يعني. وبيلعب معانا كمان في الدوري بتاعنا اخو محمد صلاح، نصر صلاح موجود معانا في الدوري، وبدا ناس كتير منكم تخش الحمد لله يعني، اول ما نزلنا الاعلان ناس كتير دخلت وشاركتنا الفانتزي معانا. هنشوف بقى كل اسبوع اللي كسب في الراوند مين، وهنقول معانا على الهوا ان اكتر حد اعلى نقط يعني، اعلى نقط بتتجاب كل اسبوع، هنشوف ونقول على الهوا مين اللي كسب فيها، وفي الاخر هيبقى في جوائز مننا. وطبعا لو حد منكم وصل بقى للجوائز بتاعت الفانتزي نفسها، هم عاملين جوائز قيمه قوي يعني، يعني جوائز حلوه زياده عن اللازم. فهنتابع مع بعض كل اسبوع وهنلعب مع بعض كل اسبوع، وهيبقى لينا طبعا الفقره دي هتبقى ثابته معانا، فقره الفانتزي، وهتلعبوا معايا بقى كل اسبوع واشوف الحريفه اللي فيكم مين. طبعا اللعبه دي فيها ناس حريفه قوي يعني. دي كانت فقره الفانتزي، وفقره الفانتزي دي مكمله معانا كل اسبوع. والمره دي احنا شرحنا بس بشكل عام كده اللي بيحصل في الفانتزي ايه، يعني ده كان شرح مبسط للي بيحصل في الفانتزي ايه، وهنشرح بقيتها، هي ليها قواعد كتير جدا هتبقى معانا بعد كده، وكمان هنلعب مع بعض بقى النتائج بتاعتنا هتبقى على الهوا، فاللي هيكسب منكم هيبقى اسمه معانا هنا، وكمان هنعرض الجدول بتاع ترتيب المسابقه بتاعتنا دوري 7 دي سبورت. دوري 7 دي سبورت ده بقى احنا يعني عايزين ننقله نقله ثانيه معاكم كده، ويبقى في منافسه شرسه بين مشاهدي قناه النادي الاهلي ومشاهدي 7 دي سبورت معانا.